مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير كرات جوز الهند. عنا كوب جوز الهند، ربع كوب سكر، بدي استعمل رشة صغيرة فانيلا وبيضة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بنحط البيضة، وحوالي ملعقة صغيرة فانيلا، خليطهم منيح مع بعض. بس خلطتهم بهذا الشكل، هلأ بحط فوقهم السكر، كمان بخلط منيح. بصروا بهذا الشكل. هلأ منحط جوز الهند، بحطهم على 3 دفعات لجوز الهند، خلط منيح. كمان هلأ آخر دفعة، طريقة كتير سهلة وسريعة، بتتحضر تقريبا بحوالي 5 دقايق. بس خلطتهم بهذا الشكل، نعملهم بهذه الطريقة. شفتوا كيف؟ وبحطهم على ورق الزبدة. بس حطيتهم على ورق الزبدة، هلأ بدخلهم على فرن حامي على درجة حرارة 200 مسبقا. هولي جوز الهند بعد ما طلعوا من الفرن، أخدوا بالفرن حوالي 10 دقايق، منحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. هولي جوز الهند اللي عملتهم أنا وياكم. بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير كرات حلو النسكافيه. عندي كيك نعمتهم بهيدي الطريقة، نص كوب مي فاترة، 75 جرام شوكولاتة وبتن على البخار، ملعقة صغيرة نسكافيه، وملعقة صغيرة سكر، فستق حلبي. فينا نستبدل محل الفستق لوز، جوز، بندق حسب الرغبة. لنبلش أنا وياكم. عندي المي، بحط فوق النسكافيه والسكر، بحرك منيح ليدوب السكر والنسكافيه. بس دابو بجيب الكيك، بحط نسكافيه فوق الكيك شوي شوي، بعجن. بعد ما بحطهم كلهم لأعرف قديه بدو الكيك. بهيدي الطريقة بستعمل النسكافيه. بس يصيروا نقدر نعملهم عجينة بهذا الشكل، ما عادش بنحط نسكافيه فوقن. هلا عندي صحن، بلش بالطريقة أنا وياكم. بشيل شوي، بعملهم بهيدي الطريقة كرة صغيرة. شفتوا كيف؟ بحط بقلبها فستق حلبي. طريقة حلو كتير سهلة وسريعة، شفتوا كيف؟ بهيدي الطريقة. هيدولي بس خلصتن. هلأ بدي جيب ورقة زبدة،
بعد ما عملتهم بهيدي الطريقة هلا عندي ورقة زبدة بحطها وبغطهم بالشوكولا، شوكولا بس دوبتها على البخار، بغطهم بالشوكولا عما هال. بسم الله. حلو كتير، سهل وسريع بهيدي الطريقة. بحطهم على ورقة الزبدة هيدولي. هلأ بعد ما غطيتهم بالشوكولا فيني رش عليهم رشة خفيفة فستق حلبي حسب الرغبة بهيدا الشكل. برش الفستق الحلبي عليهم قبل ما يجمد الشوكولا. بعد ما رشيت عليهم فستق حلبي بحطهم بالبراد ليجمد الشوكولا. هول حلو كرات النسكافيه بعد ما سقعوا بالبراد. هلا بدي احطهم بالصحن. اول شي بهيدي الطريقة، بسم الله، حطهم بهيدي الطريقة وبحطهم بالصحن. هول كرات النسكافيه اللي عملتهم انا وياكم. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم، كتير سهلة وسريعة وبتاخد اقل من 5 دقايق. The recipe for this video in the description box. Bye bye.